السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الاتحاد القطري لكرة السلة. مباراة تانية لنفس اليوم الجميل اللي شفنا في نادي قطر والغرافة، ونادي قطر بيتفوق ويفوز. والمباراة الآن ما بين الوكرة والعربي، الوكرة صاحب البطولات والعربي صاحب الخبرات الكبيرة. والهجوم مع مالك لاعب نادي الوكرة، والقرار والدخول والأسيست الجميل، ولكن المتابعة الأجمل ولم يوفق مالك، وهجمة عربوية ومحاولة لتصويبة ثلاثية لم يوفق. ويليام يرد بسرعة، ديكوان ومالك بالثلاثية يسجل ويصيب الهدف ويتعادل 3-3. مباراة جميلة حماسية، هنشوف مع بعض ونتفرج. محاولة وبلوك شوت الجميل جدا من سولي، وفاست بريك ديكوان لجوشوا ومالك سليم القذيفة الثانية ولكن لم يوفق، والريباوند عرباوي. ويليام والتصويبة والثلاثية الجميلة، عمر سيك يسجل ثلاثية. مباراة الثلاثيات حتى الآن والتصويبات والمدفعية طويلة المدى. جوشوا ومحاولة لكن الوكرة بيحافظ على كرته، وديكوان والوصول والخطأ الشخصي. الخطأ الشخصي على عبد الرحمن. تطول وتطلع اوت لصالح نادي الوكرة. وصول ديكوان للباسكت والدفاع المستميت من العربي عمر سيك، والوصول والتسجيل بنجاح وسلاسة ويسر. برافو عمر سيك. جوشوا وتنفيذ خططي وتحركات من مالك، والستيل الجميل جدا، والفاست بريك، والقرار بترتيب الهجمة والثلاثية لم يوفق. 11 ليونارد، محاولة من أسفل السلة لكن لم يوفق. سولي وترد توصل لويليام، وويليام يدخل ويصوب ويسجل. برافو ويليام، تقدم عرباوي بسبع نقاط الدقيقة 36 ثانية من زمن الفترة الأولى. سولي والميديم شوت لم يوفق. عمر سيك في الريباوند، والهجوم والوصول والتصويب ولكن لم يوفق. عبد الله سلة وتايم اوت لكابتن ايهاب جلال المدير الفني لنادي الوكرة. نروح لمدربنا نسمعهم ونرجع لكم مرة تانية، انتظرونا.
مالك in one side, Josh to another side. Okay. Oh, big screen to Josh here. Receive the ball. عودة أعزائي المشاهدين والهجمة للوكرة مالك والفيك شوت والوصول والدخول والتصويبة ولكن لم يوفق عبد الله ومحاولة للتصويب لكن قصيرة ما توصلش من داكوان والريباوند والتيرن أوفر عرباوي عبد الله محاولة ويوصل ويصوب لكن لم يوفق وصافرة الحكم بخطأ شخصي خطأ شخصي على مالك سليم وإدخال الكرة من الاند لاين والستيل الجميل من جوشوا والفاست بريك والوصول والتسجيل برافو جوشوا دفاع مركز جدا ومستيقظ ومستني الغلطة هجمة عربوية ليونارد والباص لعمر سيك ولكن تخبط في ايده وتطلع اوت ما توقعهاش اوت لصالح الوكرة والهجمة ديكوان لجوشوا والتصويبة والسيارة ما توصلش يا جوشوا تيرن اوفر من عبد الله والتصويبة لم تصل للسلة من ويليام محاولة من مالك لم يوفق والتيرن اوفر عرباوي يوصل للسلة محاولة والثانية والثالثة والبلوك شوت واخيرا وليس باخيرا الريباوند للوكرة الباونس باس ولكن الدفاعات العربوية مستيقظة والفاست بريك والخطأ الشخصي ينجح عبد الرحمن في إيقاع جوشوا في الخطأ الشخصي الأول لجوشوا والثاني للوكرة والثالث في المباراة عبد الرحمن محاولة عبد الله لعبد الرحمن مرة ثانية والتصويبة الناجحة برافو 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 عبد الرحمن مالك لديكوان مالك وعبد الله مستني الكرة والدفاع عمر سيك ولكن صفرت خطأ شخصي على عبد الرحمن رقم 25 في النادي العربي الوكرة وإدخال الكرة جوشوا والخطأ أوت عفوا أوت جوشوا داس برجله على الخط عفوا هو فعلا خطأ
الحكم بيدي الإشارة لحكام الطاولة، وفعلا تم تغيير عبد الرحمن رقم 25 لحصوله على ثلاث أخطاء شخصية في أقل من فترة أولى في أول 7 دقائق من المباراة. أوت للوكرة والإدخال الكرة جوشوا ديكوان ديكوان والتصويبة من ديكوان ولكن لم يوفق، والريباوند عرباوي والهجمة وتوصل للتصويبة الميديم شوت عمر سيكي ينجح ويصوب. برافو عمر. جوشوا محاولة للاختراق ويصوب وينجح. برافو جوشوا، يسجل سلة من وسط الدفاع بذكاء ورشاقة وقوة. ليونارد والقرار وتصويبة ثلاثية من عبد الله ولكن لم يوفق، والريباوند وكراوي. ديكوان محاولة والستار والتصويبة تخبط في الحلقة والريباوند عرباوي والهجمة مع ليونارد. محاولة كده لكن لم ينجح العربي في التسجيل، والريباوند وكراوي. جوشوا وتحركات عبد الله والقرار وتوصل للثلاثية لكن لم يوفق، والريباوند وكراوي ومحاولة ثانية لكن الريباوند عمر سك. زي ما شايفين أحمد درويش في الملعب وخروج مالك سليم، تطول وتطلع اوت لصالح الوكرة. جوشوا والدفاع وعبد الله ديكوان تحركات ولكن الستيل وال فاست بريك ينجح العربي، وعبد الله شاهر في التسجيل سريعا 40 ثانية متبقية على الفترة الأولى. وديكوان لدرويش واللونج باس لجوشوا والقرار، وعبد الله يوصل ويسجل بشماله يا جماله. حلو يا عبد الله. 20 ثانية الفارق 10 نقاط، المباراة مشتعلة. تمريرة والتانية، باص والتانية، قرارك ايه يا عربي في الثواني الأخيرة للفترة الأولى. تصويبة ولم يوفق، وجوشوا والفاست بريك والخطأ الشخصي، رميتين حرتين لجوشوا ينجح. جوشوا في الثانية الأخيرة من زمن الفترة الأولى وخطأ شخصي أول على ويليام. جوشوا ينجح في الرمية الأولى. برافو. لم يوفق في الثانية. أعزائي المشاهدين في كل مكان، دقيقتين استراحة ما بين الفترة الأولى والثانية، نروح لكباتننا ونرجع لكم، انتظرونا بعون الله. Make control now. Should I man don't go outside, stay here.
عودة أعزائي المشاهدين، 10 دقائق جديدة وفترة ثانية للمباراة ما بين الوكرة والعربي. تقدم العربي 9 نقاط، كان 9 نقاط، وفي اللحظة اللي بتكلم فيها عبد الله سجل سلة ولا أروع، ويتقلص الفارق والوكرة يستطيع وأيضا العربي يستطيع، والمتعة في المباراة عالية جدا، الادرينالين مرتفع. الوكرة والعربي فريقين مش سهلين يا جماعة. محاولة وتصويبة ثلاثية ينجح كورتني ري ليونارد في الثلاثية ويتقدم ويحافظ على التقدم، والديك وان يرد لكن تغبط في الحلقة، والريباوند عرباوي مع عبد الله. محاولة عمر سيك في التصويب لم تنجح، والريباوند لدرويش، ولكن جوشوا اللي حافظ على الكرة، وخطأ شخصي. هنشوف قرار حكمنا، خطأ شخصي أول على عبد الله رقم 22 لاعب العربي. درويش، عبد الله، ديكوان، والبحث والنجاح في الوصول، لكن عمر سيك بلوك شوت جميل جدا، والترن اوفر جميل، وايضا الاستيل رائع من الوكرة. مباراة مشتعلة، مش ملاحقين نتكلم نقول الهجمة فين. السرعة في الأداء والتركيز دفاعيا وهجوميا عالي جدا من الوكرة وأيضا من العربي. جوشوا للتصويبة وينجح ميديم شوت، وسلة جميلة، وتقليص الفارق 7 دقائق و50 ثانية من زمن الفترة الثانية. المباراة مشتعلة ما بين العربي والوكرة. ليونارد وويليام وعبد الله والتصويبة، لكن لم يوفق، والريباوند لدرويش، وديكوان في الهجوم، والباص، ولكن خطأ شخصي على عمر سيك لاعب النادي العربي رقم 14. خطأ شخصي أول. ديكوان وجوشوا وتوصل لكن ما يسجلش. سولي لاعب الوكرة والهجمة عربوية. هنشوف قرارك يا ويليام. وعمر سيك ليونارد تروح مرة تانية لعبد الله، ودرويش في الدفاع، والتصويبة والميديم شوت، جامب شوت رائع
جميل جدا جدا. يسجل عبد الله سولي، محاولة الوصول للسلة والقوة، وعبد الله والميديم شوت، سلة جميلة جدا وتقليص الفارق للوكرة. عمر ليونارد او ليوناردو والتصويبة، لكن لم ينجح عبد الله، وتيرن اوفر للوكرة، وجوشوا ثلاثية جميلة يسجل، والتايم اوت طبعا السريع جدا لكابتن حاتم مملوك المدير الفني للنادي العربي، تقليص الفارق والكامباك. ونروح لكابتننا نسمعهم ونرجع لكم، انتظرونا بعون الله. عودة أعزائي المشاهدين من الوقت المستقطع، والكرة مع خالد سليمان. عمر سك ويوصل للسلة ويسجل، برافو عمر. هجمة للوكرة وجوشوا والباونس باس والستيل ما بين خالد سليمان وويليام. يوصل ويصوب لكن لم ينجح ويليام، والترن اوفر من الوكرة، والديكوان والبلوك شوت من ويليام، يرجع في الدفاع سريعا، وليونارد وعمر سيك في التصويب وينجح، وسلة في الوكرة. توجيهات كابتن حاتم مملوك واضح. انه بدأ يرجع تاني بالفارق، ولكن المباراة لسه طويلة. محاولة من جوشوا بثلاثية لكن الريباوند ويليام لينارد، والتصويبة لم يوفق. عمر سيك في الريباوند وجوشوا في الستيل، برافو جوشوا. والوصول للسلة والتسجيل. فارق 7 نقاط، 21 الوكرة، 28 العربي، 4 دقايق و13 ثانية. شايفين كوتش إيهاب جلال بيقول لمالك انزل، هنشوف تغيير مكان مين. ليونارد وميديم شوت لكن لم يوفق، والريباوند وكراوي لعرفان، توصل لدرويش تخبط في السلة وتروح لعمر سك، وهجمة عربوية 3 دقايق و40 ثانية.
قتالة وطويلة تطلع اوت. نزول مالك وديك وان بديلا بدلاء عن عبد الله ودرويش. تغييرات كابتن ايهاب جلال في الثلاث دقائق الاخيره من الفتره الثانيه. اكيد برافو ديكوان يسجل ثلاثيه ونزول مالك. في الوقت المناسب لمدفعيه الثلاثيات وعمر سك ويليام وصافره الخطا الشخصي. والخطأ على الوكرة على سولي. خطأ شخصي أول. عمر سك والدفاع الوكراوي والستيل. برافو. برافو عرفان. وديك وان والوصول لكن الباص القوي لسولي والتيرن أوفر للعربي والتسجيل من صالح خالد سليمان. محاولة جوشوا للوصول والنجاح بالوصول والتسجيل. برافو جوشوا. وهجمة عربوية دقيقتين و13 ثانية من زمن الفترة الثانية. تقدم العربي بأربع نقاط وجوشوا يلمس الكرة تطلع اوت. شايفين توجيهات كابتن إيهاب جلال وكابتن حاتم مملوك واضحة جدا في الملعب. الوكرة يستطيع انه يقلص الفارق واحنا مستمتعين بالدبل جامب الجميل والاسيست الهايل. ويسجل ويليام دبل جامب جميل ويصعد بالفارق. ديكوان ولقطة مهارية جميلة من ديكوان والمحاورة ليوناردو ويليام وتنتهي بتالا. وتالا ثلاثية جميلة. برافو تالا. ينجح تالا في تصويبة ثلاثية يصعد الفارق لسبع نقاط دقيقة و12 ثانية. ديكوان وتوصل لجوشوا. جوشوا هتعمل ايه يا جوشوا؟ ديكوان والقرار والخطا وصافره الخطا الشخصي على عمر سك. وديكوان ينجح في ايقاع عمر سك بمصيده الاخطاء الشخصيه. والوقت المستقطع اعزائي المشاهدين يطلبوا كوتش حاتم مملوك. نروح لكابتننا ونرجع لكم مرة تانية. انتظرونا. I'm back here. First player. Rooks. Yes. Okay. Arfan. Josh. Here. And Malik. And Darwish. Okay. Thank you.
عودة أعزائي المشاهدين للدقيقة الأخيرة وثانيتين من زمن الفترة الثانية والتصويبة من ديكوان والتايم أوت مرة تانية. عفوا اللي فات كان الكابتن إيهاب والمرة دي يطلبوا الكابتن حاتم مملوك. فرق 5 نقاط للنادي العربي. نروح لكباتننا سريعا ونرجع لكم أقل من دقيقة، انتظرونا. عودة مرة تانية أعزائي المشاهدين وهجمة عربوية. شايفين توجيهات كابتن إيهاب بالدفاع الضاغط، ولكن القرار في الأوت على الوكرة. كرة عربوية خالد سليمان وعمر سيك، والباص الانسايد جميلة من خالد سليمان لعمر تحت سلة الوكرة والتسجيل. 36 ثانية، فارق 7 نقاط ديكوان. ديكوان وعمر سيك في الدفاع ورشدي ومالك والتصويبة، ولم يوفق مالك. معلش يا مالك. والريباوند وبداية الهجمة وخالد سليمان وليوناردو. ثواني الأخيرة من الفترة الثانية والقرار لعمر سيك، ولكن أوت لصالح الوكرة. ثانية متبقية. درويش ومالك والتصويب. صافرة انتهاء الفترة الثانية أعزائي المشاهدين. تقدم عرباوي ب7 نقاط، 37 العربي 30 الوكرة. ثواني وننتقل إلى الاستوديو التحليلي للكباتن الكبار كابتن بسام وكابتن زاهر، وحنسمع رأيهم في الفترتين الأولى والثانية. وانتظرونا إن شاء الله هنرجع لكم بعد الاستوديو التحليلي واستكمال المباراة بعد قليل. أعزائي المشاهدين الاستوديو التحليلي وكابتن بسام وكابتن زاهر، إلى أن نلقاكم برعاية الله. على التعليق المتميز. ونرجع تاني للكوتش زاهر عباسط. وشايفين يا كوتش النهارده المباراه الاثنين فرقتين متحفزين لبعض قوي، بس انا شايف ان الدوافع عند العربي اكتر، عندهم تنظيم دفاعي جيد جدا،
الهجوم الاوفنس ماشيين فيه كويس. الوكره العناصر اللي في الملعب جيده جدا، بس في سيلي ميستيكس كتير، في تسرع شويه في الاداء. البوينت جارد اللي في الوكره احنا شايفينه لعيب متميز، بس برضو العربي متحكم في تيمبو الجيم. كنت خالفني الراي ولا لا؟ لا مظبوط. ما هو انت ما تيجي للحسابات تلاقي ان العربي خسران 4 ماتشات والوكره خسران 3، فامر طبيعي العربي لازم يبقى عنده التشالنج عالي انه لازم يكسب ماتش النهارده عشان يفضل في الحسابات، وخصوصا من بطل الدوري العام الماضي. الوكره الى حد ما هو برضو مأمن الدنيا شويه، انما الدوافع، واحنا اتفقنا قلنا الدوافع عند العربي اكتر. بدا العربي الكورتر الاولاني راكب وماشي كويس قوي، حصل فتره فوقان للوكره بعد كده تاني، يعني رجعوا للجيم كويس قوي وبدات الامور تمشي، وصلنا يمكن ل4 بونت و3 بونت، وبعد كده بيطلع تاني لل7 بونت. واضح ان الفريقين مركزين مع بعض قوي، حافظين بعض، ده الماتش الثاني ليهم وحافظين بعض كويس، فواضحين ان هم مقفلين على مفاتيح اللعب. يعني يمكن ما شفناش مالك لسه، ما شفناش درويش اللي هم بعرفان لسه نفس الكلام. الناحيه الثانيه خالد سليمان لسه ما ظهرش، انما اللي شايل دلوقتي عمر وويليام بير مع الاجنبي الثاني. اعتقد ان الفرقتين حافظين بعض كويس والاثنين متخوفين من بعض كويس، ولكن زي ما بنقول التشالنج عند العربي اكتر شويه، وهو ده اللي مخليه. انا شايف كوتش النهارده كابتن حاتم مملوك تدارك اخطاء الدور الاول، بمعنى هو طبعا مدرب قدير، لكن احنا كان شفنا في الدور الاول ما كانش بيعتمد على البنش بصفه اساسيه، يعني كان تالا ما كانش بيلعب، كان رشدي ما كانش بيلعب، الفلبيني ما كانش بياخدوا فترات في الملعب طويل. النهارده شايفين بدا رشدي في الفايف ستاندنج، وابتدى ينزل تالا في الجيم، بيديله بيحط رجله في الجيم. انا شايف ان ده تدارك اخطاء في الراوند الاولاني. انا ما اعرفش طبعا هو ايه ظروفهم بالظبط. لا هي مش تدارك اخطاء، هو الظروف اللي كان متعرض ليها النادي العربي الفتره اللي فاتت ديت هي اللي خليته كان يعمل كده. كان تالا راجع من المنتخب مصاب، خالد رشدي راجع مصاب، الفلبيني مصاب. الحته الاخطر اللي هي مش في الحسابات، النادي العربي من السنه اللي فاتت ما وقفش، الفرقه الوحيده اللي ماشيه عماله تطمئن لانه خلصنا الدوري دخل على بطولة عربية، رجع بطولة عربية، بدأ يجهز الفرقة لأول إن الدوري اتأخر، فبدأ حتى الأجنبي اللي كان معاه في البطولة العربية اللي كان متكيف معاه لما جينا بدأنا الدوري واكتشف إنه مش هيقدر يشيل معاه، فراح بدله. فتبديلة الأجنبي مع عودة المصابين بدأت تلم تاني. الحتة الثالثة والمهمة إن الحالة الفنية للعربي ما كانتش كويسه الفتره اللي فاتت ديت، ما كانتش كويسه. اعتقد دلوقتي بعد ما اتحطوا تحت ستريس بدليل ان العربي خسرنا 4 ماتشات، ودي كتير قوي على الدوري انه يخسر 4 ماتشات. اعتقد ان الحاله الفنيه هتبدا يستعدها لو اخذ ماتش النهارده، الامور هتتصلح كتير. ونخش في حسبه بيرما بقى، لان دلوقتي بقى عندنا 3 فرق عندهم خسارتين، وفرقتين هيبقوا 4 أو 3 أو 5. في حاجه خطيره هتحصل، ان ال4 فرق اللي هم من الخامس للتاسع هم دول اللي هيحددوا مين اللي هيخش المربع، لان الفرق ديت بقى ما عندهاش حاجه تبكي عليه، بيلعبوا للشهره. بدليل النهارده هو الغلافه بقى ب2 أجانب، كان هيقدر ياخد ماتش قطر مرتاح، يقول يعني للتوفيق في الهجمه الاخيره. امبارح الاهلي خلص على الشمال، الريان الاخير كسب السد، فاعتقد ان اللي هو الريان والاهلي والخور وال يعني ال4 فرق دول والغرافه، ال4 فرق دول هم اللي هيحددوا المربع، مين المربع. احنا لغايه دلوقتي ما تقدرش تكذب مين المربع ولا حاجه تقدر، انما الى حد بعيد، الى حد بعيد ال3 فرق اللي هم عندهم خسارتين، قطر يعني قطر والسد والشمال، عندهم نسبه 60%. انا متخوف من حاجه، عندك مثلا فرقه زي السد النهارده فاقت 3 محترفين، عشان كده بقول لك احنا 5 فرق، هم ال5 فرق اللي فوق دول لغايه دلوقتي ما تضمنش مين يعني. بس هو عنده الحصاله، يعني الحصاله فيها السد، الحصاله موجوده لانه مخلص الدور الاولاني كله بخساره واحده. فلما خسر الماتش بتاع امبارح، لو خصوصا ما عندوش 3 اجانب، الماتشات اللي جايه كلها السد هو اللي يعني في موقف خطير يخوف. ليه؟ لان هو كان الاول، نتيجه الدور الثاني او
مباريات الدور الثاني متوقفه على الاول ممكن. فاخذ التاسع واخذ الثامن هيبدا ترتيبه كده، هيجي عليه اخر خمس ماتشات هيبقوا تقال جدا تقال. لو الاجانب ما كملوش وجهزهم هيبقى عنده مشكله، وهو ده يمكن الاعظم. ومع ذلك برضو الشمال نفس الكلام، بعد خبطه امبارح دي ممكن ياخد له خبطتين ثلاثه، لان الماتشات جايه اللي جايه له تقيله. القطر بالمستوى ده لو فضلوا كده معرضين ان هم يخسروا ماتش ماتشين. فيعني المفروض كل الفرق تبقى فيه فوكس شويه على المباريات، واعتقد كل المدربين بسم الله ما شاء الله كفاءات عاليه طبعا، مش محتاجين ان احنا نتكلم عليهم، انما يبقى التوفيق وعدم التوفيق في الملعب، لان اللعيبه هي اللي بتلعب مش المدربين. احنا عارفين طبعا المباراه دي دايما بتدينا ما بتدناش انطباع في الشوط الاول، لا ما تقدرش عمرها ما تقدرش، يعني العرب بيقول 7 بونت انما ما تقدرش تقول انه ممكن يخلص الجيم دايما السكور بتاعها بيبقى قليل وضعيف بالظبط، يعني 37 30 ده مش سكور مش دايما بتبقى اللعب مقفوله واللعب مخنوق جدا في الملعب. لا 20 دقيقه بتستمتعش بيها فنيات اكتر ما بنستمتع فيها باسكت بول، في مدربين بيلعبوا مع بعض بفكر اوفنس وديفنس وسيستم. فانت برضو توقعاتك ايه في الشوط الثاني؟ يعني الدنيا هتمشي ازاي؟ هتفضل الدنيا مقفوله كده بدليل ان 37 30 عمر السبعه بونت دولت مع الفرق دول مقورتين. ولو اني شايفين لاري بيرد النهارده لاري رجع لمستواه، يعني انا شايف معقول كان بعيد قوي الفتره اللي فاتت. عمر سيك ويليام سوري ويليام سيك عمر سيك ابتدى برضو. لا هو في ميزه كويسه قوي ان نو فاول جيم، مفيش فاولات بالنسبه للفرقتين، الفرقتين كلهم محافظين على فاولاتهم، ودي ميزه كويسه. بس برضه السكور وحش قوي، يعني 37 30 ده مش كويس. ده قفل الجيم ولا توتر ولا لا حافظين بعض الفرقتين، حافظين بعض والكره غاليه قوي للفرقتين، فتلاقي الهجمه يمكن بازر بيتر ثلاث اربع هجمات في اخر ثانيه بتلعب على الباص، ودي اعتقد دي تعليمات مدربين. اعتقد اللي هيقدر يجري ترانزيشن اوفنس كتير، يعني هجوم ارتداد هجومي سريع، هيقدر يعمل شغل كويس. المحترف بتاع الوكره البوينت جارد سريع قوي، بس لسه لغايه دلوقتي لسه لسه ما دخلش في الجيم. نفس الكلام الاجنبي بتاع العربي لسه ما دخلش في الجيم. احنا بنقول الجيم النهارده ما بين كان عمر سيك وويليام بيرد مع اللاعب الاجنبي بتاع الوكره ومع عرفان، يمكن هم دول اللي كانوا هم اللي شايلين السكور. حتى تلاقي السكور يعني 14 بونت. احنا شايفين الفريقين يا كوتش او الاثنين مدربين دكتور ايهاب وكابتن حاتم بيغيروا دفاعاتهم كتير جدا في الجيم ده، يعني طبيعي الماتش اللي عمله الوقفه 3-2 قدر يرجعوا للجيم من 12 بونت ل 4 بونت، وكان ممكن وعمل ميس في هجمه بقوا 6 بقوا 8 دلوقتي بقينا 7. اعتقد الديفنسات عامله شغل كويس، الاثنين الكوتشات زي ما بقول لك قاريين بعض كويس قوي، حافظين بعض وحافظين طرق لعبوا بعض كويس، واضح ان هم مقطعين الشغل ومحافظين بعض كويس، عشان كده تلاقي الجيم مقفول جيم ديفنسيفلي عالي. هل هيقدروا اللي في الملعب يحافظوا على التركيز على الفوكس على الديفنس بس 20 دقيقه اللي جايين؟ النهارده بقى كوتش الفرقتين دول ما عندهمش المشكله اللي احنا بنتكلم فيها، يعني يمكن من الفرقتين اللي الوحيدين اللي ممكن تشوفهم تلاقي عندهم بنش او عندهم روتيشن. هم يجوا من الفرقه الثالثه والرابعه، ما يجوش اول وثاني، لان يعني اول وثاني اهلي وقطر هم اللي عندهم بنش وعندهم عدد يقدر يساعدهم انهم يلفوا عليه، بدليل انه بيلف ب 8 9 لعيبه. هنا العربي عنده 6 لعيبه او 7، نفس الكلام الوكره 7 لعيبه. احنا برضو نرجع نقول اللي هيقدر يحافظ على تركيزه في الدفاع زي ما هو مركز في ال 20 دقيقه اللي فاتهم، اللي هيركز في ال 20 دقيقه الجايين هيقدر ياخد الجيم، اللي هيغفو لا هيخسر الجيم وهنخش في حسبه. يعني لغايه دلوقتي ما نقدرش تحت مصر 7 بونت ما لهمش حسابات، انما هنشوف بدايه ما ينفعش الماتش ده لا الماتش ده ما ينفعش نقوله بدايه الكوارتر الثالث هو الصفاره ده، لا ده اللاست 2 مينيت هم اللي هيحددوا لنا مين اللي هيبقى الفرق اللي زي دي بتعرف ترجع تعمل كومباك في الجيم. بالظبط يمكن العرب متعودين ان هو من الفرق اللي ترجع تعمل كومباك بطل دوري بطل دوري مهما كان، وهم حاسين وهم عارفين ان هم بطل دوري. تفتكر يا كوتش ان هم خسروا كريستوف؟ يعني طبيعي الكيمياء بتاعته كانت ماشيه معاه، الكيمياء كانت راكبه كتير، هو لغايه دلوقتي عمال يلف عشان يلاقي عشان يلاقي حد يخش في الكيمياء بتاعته. هي قلما لما بتجيب اجنبي ويقدر يخش جوه كيمياء فريق، يعني مش كل لعيبه، يعني ستومر اهوت مع الغلاف مش بيحط 30 بوت، انما مش هو ستومر اللي احنا متعودين عليه. الاثنين اللي معاه مش مساعدين، اجانب الاهلي فيهم فرده برضه مش داخله جوه الكيمياء. هي انت عارف الاجانب بتبقى ارقام وستاتستيك، بس كميته هل هتقدر تخش ولا ما تخشش؟ هي دي اللي بتفرق كتير. اعتقد يمكن الشمال
قدر يوفق في الاثنين اجانب مع حراج. القطر موفق في الثلاث اجانب برضه مع محمد يوسف. يمكن دول الناديين اللي عندهم ستيبل شايد. الريان مغير ثلاثة لغايه دلوقتي، العمال يدور على هويته مش لاقيها. والوكرة عمال يتغير تغييرتين لغايه دلوقتي. العربي اعتقد في طريقه بعد ما غير واحد، اعتقد في طريقه انه يغير ثاني. الاهلي في طريقه انه بيفكر انه لانه بعد ماتش امبارح استعادت الامور ان لا ده احنا ممكن غرفه النهارده شايفين نيمة اتصاب فعليا ممكن الكابتن قصاي ممكن يغير. اعتقد يعني كل مدرب وكل اداره نادي بتجتهد انها تعمل حاجه وتساعد الفريق. اعتقد يعني النهارده برضه هو الماتش ده برضه يحدد الى بنسبه كبيره قوي بطل الدوري رايح فين. بس ما ننكرش يا كوتش ان الدوري عندنا السنه دي هنا في قطر ممتع بكل الحسابات. يعني ممكن القرار اللي اتاخد من اتحاد الباسكت لان وجود ثلاث محترفين في الملعب بيعلي فرق كتير قوي. وبعدين يعني انا شايف برضه ان في نغمه ساريه كده كتير ان لا كفايه كده ثلاثه ولازم يبقوا اثنين. خلي اللوكال يلعبوا، اللوكال مش هيعرفوا يلعبوا. انت طلعت لنا الموضوع مهم جدا يا كوتش دلوقتي او فتحت لنا باب ان احنا نقدر نتكلم في حاجه مهمه قوي. في فرق كتير قوي هتتضرر من حكايه الاثنين دي. ده طبيعي. يعني في فرق يعني مثلا فرقه زي الخور، فرقه زي الاهلي، فرقه زي الغرافه في وضعها الحالي، في فرق كتير هتبقى بره المنافسه تمام. انت تعالى نحسبها، مين المنتخب اللي موجود دلوقتي اللي بيحتك وبيشارك مع اللعيبه؟ هتعد اللعيبه هتلاقيهم بيشاركوا وبيشاركوا فعاليه مع اجانب مع مستويات عاليه. دي ميزه كويسه. احنا دايما انا يعني هي وجهات نظر وانا وجهه نظري الخاصه، احنا مش عايزين نبص على نص الكوبايه الفاضي، نص الكوبايه مليان برضه. يعني ما نقعدش نقول لا ثلاثه كتير واخدين الوقت واخدين الوقت. طب ما تشوف فوائد الثلاثه ايه يعني. ليها مساوئ، ما كل حاجه ليها مساوئ وليها ايجابيات. بس ايجابيات وجود الثلاثه مخليها الدوري كويس، مخليها الشغل كتير، مخليها اللعيبه اللوكال بتتمرن كتير وبتتمرن مع اجانب كتير. مليون في المية هترفع من المستوى. شايفين اللوكال بتوع نادي قطر دلوقتي الاعتماد عليهم لا ما شاء الله. هم الاساس. هم المفاتيح اللي كسبوا الماتشات. بالظبط. النهارده البلكي حاطط 3 3 بوينت ب 9 بوينت هو كسبان 2 بوينت. وبعدين يعني شايف برضه فرق كتير ابتدت تعتمد جنب الثلاثه القطريين الثلاثه المحترفين على الفرق ولد او اثنين من الناشئين. يعني احنا شفنا امبارح حمزه في الاهلي. حمزه في الاهلي كسبان. النهارده الولد بتاع الغرافه نمبر 9 نمبر 9 كان نمبر 5 سوري. الولد بيلعب في الشباب والناشئين، ولد هايل وليه مستقبل واعد. يعني ابتدوا السد ثلاث اربع لعيبه امبارح منزل اثنين ثلاثه في الناشئين عاملين شغل زي الفل. لا في مكاسب. المفروض بس ان احنا في نهايه السيزون يتم اجتماع للمدربين الفنيين ونقعد نشرح ما هي الفوائد اللي انا اخذتها وايه هي المساوئ. نحاول نقلل شويه من المساوئ وناخد نزود شويه الايجابيات ونشوف المصلحه فين. لان احنا المصلحه واحده، احنا مش هنتعرض للمصلحه. احنا عايزين كل اللي احنا بنشتغله ان احنا نوصل لمنتخب قوي يستعيد اسم قطر تاني. فعشان كده لازم يبقى في قاعده وناخد اراء الناس اللي هي موجوده في الملعب اللي هي عندها مشاكل. يعني انت لسه بتقولها دلوقتي، انا لو عندي اثنين اجانب بس لا الكور مش هيقدر يكمل. مش هيقدر يكمل. لا هيكمل اذا كان انا عندي ثلاثه والفرق والبنش مش موجود عليه حد. الريان نفس الكلام. حصل له اصابتين. يعني حضرتك هنلاقي السنه الجايه لو في اثنين محترفين يبقى انت والجهاز الفني بس اللي قاعدين على البنش. بالظبط كده. هتبقى صعبه جدا. هتبقى صعبه. او اذا فكرنا في اثنين محترفين لازم ندور على البدائل لتقويه هذا الفرق عشان ما نوصلش الفرق تقعد تتقلص لغايه ما نلاقيش حد. بالظبط. يعني سابقه لاوانها محتاجه وقت وهنقعد لسه بعد ما نخلص. انما خلينا في المباراه اليوم لسه قدامنا 20 دقيقه. لا هتبقى 20 دقيقه هيبقى في النار. واعتقد ان احنا لاست 2 مينت هيبقى في ماتش تاني. هو ده السؤال التقليدي برضه، لو انت في اللوكر روم هتقول ايه؟ لا في كلام كتير. كلام كتير. المحافظه على التركيز اللي احنا فيه للفرقتين، تركيز سواء اوفنس او ديفنس، دي محتاجه وقت كتير. فيعني احنا متخيل ان المباراه هتمشي على نفس الوتيره. هتمشي اكيد على نفس الوتيره. طبعا الدنيا مقفوله. فهيبقى في النهارده انا تقريبا زي ما حضرتك قلت او اشرت ان دي القاء الفرصه الاخيره للعربي. العربي النهارده دوافعه اكبر. طموحاته اعلى ان هو يرجع تاني عشان يخش في المنافسه. لو خسر المباراه دي هيبقى بعيد. بطل الدوري يلعب على بوزيشن 5 6 صعبه قوي.
الاول كاس اعتقد هو لو اخذ ماتش النهارده هيستعيد انفواره هشتعيد. وهيبدا يغير في الاجانب هو الماتش اللي جاي كمان مع شمال الدنيا هتتغير معاه الدنيا مع الماتش اللي جاي شمال ده الماتش اللي جاي بقى اللي نقعد في الاستوديو التحليلي هنقعد نتكلم فيه هيبقى في ماتش ده هيبقى في كلام كتير قوي وطبعا انا بشكر كوتش زاهر عبد الباسط على تحليله المتميز دايما وسعيد بلقائي معاك دايما يا كوتش وبننتقل دلوقتي للاستوديو مع الكابتن محمد سليم وتعليقه على الشوط الثاني للمباراه شكرا عودة أعزائي المشاهدين مرة تانية وبداية الفترة الثالثة والتقدم ما زال عرباوي والسيطرة عربوية ولكن الوكرة يعاود سيطرته وتقليص الفارق ولكن ما زال الفارق 7 نقاط حتى الآن جوشوا يسجل ثلاثية برافو جوشوا والفارق 4 نقاط تقليص الفارق من الوكرة واستيقاظ لنادي الوكرة وكوتش إيهاب وكوتش حاتم مملوك المباراة ليست سهلة وليست بسيطة احنا قدامنا 2 من عمالقة التدريب واندية لها اسم كبير في الدوري القطري لكرة السلة الرجال رميتين حرتين لويليام يوفق في الرمية الثانية ويليام والهجمة للوكرة وشايفين كابتن حاتم مملوك بيلعب
ضاغط مان تو مان دفاع رجل لرجل وجوشوا والسولي والقرار الصائب الناجح. برافو سولي. ليناردو وعمر سيك والقرار بالتصويب من تالا ثلاثية جميلة جميلة. برافو تالا. سلة هنا وسلة هناك ثلاثية وأيضا ثلاثية. جوشوا والاختراق ولكن الوقوف والباونس باس تحت السلة جميلة جدا جدا جدا. يسجل عرفان بأسيست ولا أجمل. ما زال الفارق يقترب 4 نقاط ولكن ما زال العربي حتى الآن. ويليام والقرار والجامب شوت ولكن تخبط في السلة وتروح لعرفان. ديكون قرار سولي بالتصويب لم ينجح والريباوند عرباوي والهجمة مع ليوناردو وعمر سيك. تالا ليوناردو والتصويبة لم يوفق. ديكوان في الريباوند مستني كرة وفاست بريك ناجح من ديكوان يسجل سلة بسرعة وذكاء. والدفاع بعيد سريع اللاعب ديكون ومميز ايضا. ليوناردو ويليام والتصويبة من تالا. برافو تالا قذيفة ثلاثيات قذائف هاون من ماركة ال3 نقاط في سلة الوكرة الفترة الثالثة. برافو تالا. عمر سيك يوصل والخطأ على درويش. لم يوفق في الرمية الأولى عمر سيك. ينجح في الرمية الثانية والتسجيل والتغيير من كوتش إيهاب جلال المدير الفني لنادي الوكرة بنزول مالك سليم وخروج أحمد درويش. مالك والدفاع وينجح في الحفاظ على كرته مالك ولكن سلامات يا مالك. والخطأ الشخصي على خالد سليمان خطأ شخصي تاني. مالك ديكوان جوشوا محاولة للوصول لم ينجح في التسجيل ولكن الكرة بتحبه رجعت له. والسولي يفقد الكرة والستيل الجميل من تالا وخطأ شخصي على مالك سليم. ارتداد سريع من ليوناردو أوقع مالك في خطأ شخصي. شايفين تغيير آخر لنادي الوكرة بنزول عبد الله
وخروج سولي. تالا ليوناردو وخالد سليمان لعمر سيكو، والخطأ الشخصي على عبد الله اللي لسه نازل، والتحرك جميل جدا من ويليام، والباص خالد سليمان وادخال الكره من الاند لاين، ويليام وخالد خالد والتصويبه القصيره ما وصلتش وصافره انتهاء زمن الهجمه 24 ثانيه، قرار صائب من حكامنا الدوليين وصافره انتهاء زمن الهجمة وحيازة للوكرة. مالك بيعدي نص الملعب، ديكوان تالا في الدفاع والستار من عرفان، والاختيار من ديكوان في الاختراق لكن لم يوفق، والريباوند من عمر السك، ومن ثم ليوناردو ثلاثية جميلة بعد الباص الجميل من تالا يجبر الفارق بتسع نقاط، واختيار للتايم اوت وقت مستقطع يطلبه الكابتن ايهاب جلال مدير الفن النادي الوكرة. اقل من دقيقة ونرجع لكم مرة تانية، نروح لكباتننا سريعا ونشوف التوجهات والتوجيهات، انتظرونا بعون الله. عودة أعزائي المشاهدين، والفارق تسع نقاط للعربي. هنشوف توجيهات وقرارات كابتن إيهاب جلال وأيضا كابتن حاتم مملوك. هجمة وكرة، ديك وان والجام شوت والتصويب، سلة في العربي، تقليص الفارق 3 دقائق 15 ثانية، زمن من زمن الفترة الثالثة متبقية، وهجمة عربوية ودفاع وكراوي. عمر سيك وتنتهي بتصويبه من ليوناردو، وديك وان في الريباوند، وباونس باس لجوشوا على الثلاثية ولم يوفق، ريباوند عرباوي. خالد سليمان مالك في الدفاع، وايضا تالا والبلوك شوت من جوشوا، برافو نادي الوكرة حتى الان يثبت الكفاءة الدفاعية. عمر سك والتصويب ولكن لم يوفق، ومرة تانية خالد سليمان، وتروح مرة ثالثة لخالد سليمان، برافو يا خالد في الوصول والتسجيل، خالد يشعل المباراة، يشعل النيران الصديقة والمنافسة الجميلة بكل روح رياضية. خطأ شخصي تاني على سولي
لعب رقم 28 في نادي الوكرة، وخالد سليمان يسجل سلة ونقطتين في الوكرة ورمية إضافية. طلب حكمنا انه تكفيف الملعب، وده طبعا لسلامة اللاعبين دون ادنى شك، والحفاظ على المباراة وسلامة اللاعبين. طبعا ينجح خالد سليمان في تسجيل النقطة الثالثة واستكمال هجمته نقطتين وخطأ ورمية إضافية. جوشوا قصيرة ما توصلش، ولكن عبد الله في الريباوند. جوشوا مرة تانية، لكن المرة دي تمشي على الحلقة. وليوناردو وديكوان في الخطأ الشخصي، ديكوان خطأ شخصي، ليوناردو ينجح والفاست بريك ينجح في زيادة الأخطاء الشخصية لديكوان اللاعب رقم 4 في نادي الوكرة. كوتش إياب جلال نزل أحمد الدرويش وطلع جوشوا، تبديل تكتيكي. حنشوف قرار كوتش إيهاب صاحب الخبرات. ينجح ليوناردو في التسجيل وزيادة الفارق. هجمة للوكرة، ديكوان ستار من سولي، لكن ديكوان منتظر أحمد الدرويش والفيك شوت، ومالك كيك هاوت رائع من أحمد الدرويش لمالك، والقذائف الثلاثية وتقليص الفارق. أداء جيد ورائع من نادي الوكرة وهدوء الأعصاب. خالد سليمان وأحمد درويش في الدفاع ينجح في الحصول على الكرة، ديكوان والوصول، ولكن الدفاع، وها هو سولي في الستيل وخطأ شخصي. سولي ورميتين حرتين، خطأ شخصي تاني على عمر سك. دقيقة و 18 ثانية، سولي لم ينجح في الأولى ولم يصوب الرمية الأولى. الفارق 9 نقاط، دقيقة و 18 ثانية من زمن الفترة الثالثة متبقية، والرمية الثانية لم يوفق أيضا. والريباوند عرباوي، والهجمة مع تالا. خالد ليوناردو لخالد، لونج باس جميل، وعمر سيك تحت السلة. خالد بيبصيله باص جميل جدا، وعينه شايف الملعب كويس جدا خالد سليمان، ويسجل في الوكرة سلة جميلة. والصعود بالفارق أحمد الدرويش ومالك، مالك لأحمد والدرويش يصوب، ولكن قصيرة ما توصلش للسلة. وليوناردو في التيرن أوفر، وخالد سليمان ومالك في الدفاع، ليوناردو وتالا والثلاثية. برافو برافو تالا، أداء فوق الرائع، وتالا يصوب ويسجل. خمس ثواني والتسجيل من ديكوان بثلاثية جميلة وثانية أخيرة، صافرة انتهاء زمن الفترة الثالثة. أعزائي المشاهدين في كل مكان، تقدم عرباوي 60 الوكرة 49. دقيقتين راحة ونرجع لكم، انتظرونا بعون الله.
عودة أعزائي المشاهدين، السلام عليكم في كل مكان متابعي قناة الاتحاد القطري لكرة السلة الوكرة والعربي. 10 دقائق أخيرة وجديدة للمباراة وفترة رابعة، تقدم مازال عرباوي والوكرة يبحث عن تقليص الفارق. ديكوان والهجمة للوكرة، أحمد الدرويش ومفتاح الحلول مع كابتن إيهاب جلال المدير الفني لنادي الوكرة، مع حلول ثلاثيات واختراق والمهارات والهجمة عربوية وتالا في الثلاثيات. جوشوا يوصل ورميتين حرتين وخطأ شخصي على عمر سك. خطأ شخصي ثالث على عمر سك رقم 14. برافو جوشوا، ينجح في تسجيل الرمية الأولى. فارق 10 نقاط، وأيضا ينجح في الثانية ويقلص الفارق ل9 نقاط. أعزائي المشاهدين، فترة رابعة نارية والمباراة سوف تصبح على صفيح ساخن. الوكرة ليس بالقسم السهل ولا أيضا النادي العربي، الناديين أصحاب خبرات وأيضا اللاعبين والكباتن والطاقم الفني. ليوناردو والتصويبة لكن قصيرة وتطلع أوت. ديكوان وإدخال الكرة من الاند لاين، وجوشوا في الاستلام. سولي في الستار، وجوشوا في التصويب ويسجل جامب شوت جميل جدا. وتايم أوت يطلبه كوتش حاتم مملوك مدير الفني للنادي العربي. تقليص الفارق والكامباك من نادي الوكرة واضح، ولكن هذه المرة في الفترة الرابعة. نروح لكباتننا سريعا وأقل من دقيقة ونرجع لكم مرة تانية بعون الله، انتظرونا. عودة أعزائي المشاهدين في كل مكان، 8 دقائق و36 ثانية نارية ما بين الوكرة والعربي. التقدم عرباوي ولكن الوكرة مفاجآته، وزي ما شفنا في المباريات في الدور الأول استطاع في الفترة الرابعة حسم المباراة. وعالم كرة السلة ينتظر الثانية لتغيير الفارق. ويليام يسجل وينجح، والاسيست الجميل من عمر سيك، وسلة في الوكرة، وديك وان في الهجوم، تالا في الدفاع. سولي جوشوا والقرار بيعدي بسلاسة، لكن خالد سليمان في البلوك شوت والدفاع مستني. بعد ما عمل كل ده خالد سليمان قبله بالمفاجأة. برافو خالد،
جود ديفنس من النادي العربي. خالد سليمان، ليوناردو، عمر سيك في الستار، وليوناردو في الاختراق، وسولي في الدفاع. برافو ديكوان في الريباوند، وخطأ شخصي على ليوناردو رقم 11 في النادي العربي. دفاع ضاغط من تالا على ديكوان مان تو مان. ويليام بيقابل جوشوا بعد نص الملعب. احمد الدرويش لديكوان، ومهارة وتصويب جميلة جدا من ديكوان يسجل سلة في العربي بمنتهى البساطة والسهولة والثقة. برافو ديكوان. 7 دقائق 3 ثواني متبقية على الفترة الرابعة والأخيرة في المباراة. الأعصاب والهدوء والتركيز من الوكرة والعربي. خالد سليمان باونس باس، لكن سولي في الستيل، وجوشوا في التسجيل لم يوفق، وخطأ حمل الكرة على ويليام. هجمة سريعة من نادي الوكرة، فرق 7 نقاط، وسريعة قوية وستيل من ويليام تطلع اوت مرة تانية للوكرة. احمد الدرويش ويدخل الكرة من الحد الجانبي. سولي في الاستلام، ديكوان والدبل تيم والباونس باس لسولي يسجل. برافو ديكوان اسيست، برافو سولي، وخطأ شخصي على النادي العربي، ورمية إضافية، خطأ شخصي ثالث على خالد سليمان. رمية إضافية للسولي ينجح ب3 نقاط، ينهي الهجمة السولي، وأسيست جميل من ديكوان. 58 الوكرة، 62 العربي. 4 نقاط، المباراة تشتعل وتزداد صحوة. محاولة وفيك شوت، وليوناردو والخطأ الشخصي، والخطأ الشخصي على جوشوا. خطأ شخصي تاني. خالد سليمان وإدخال الكرة من الاند لاين. عمر سيك، ليوناردو، وتالا، والقذائف، الله 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 يا تالا، جميلة جدا جدا من تالا، وكتيبة قذائف من تالا أعزائي المشاهدين في كل مكان. 15 نقطة حتى الآن لتالا، فقط ثلاثيات. ولو كان توقعي مظبوط، لو كان اول 3 نقاط لتالا ثلاثية، وده اكيد، يبقى 5 ثلاثيات لتالا من وقت نزول الملعب، وكان تغيير ناجح جدا من كابتن حاتم مملوك، وورقة رابحة في التغييرات. تيرن اوفر للعربي، وخالد سليمان وعمر سيك، والخطأ الشخصي، ينجح عمر سيك في الفيك، وسولي في الخطأ الشخصي، خطأ شخصي ثالث على سولي. سلامات يا كابتن عمر. سولي بتركيز عالي واندفاع، كان منتبه جدا، ولكن الجامب كان غير متوقع من الدفاع عمر سيك، من المهاجم عمر سيك.
برافو عمر سك الكرة اللي فاتت طبعا وسلامات سولي نادي الوكرة رقم 28 3-11 شخصية عمر سك يسجل الأولى برافو عمر 8 نقاط فارق ونقترب من منتصف الفترة الرابعة ينجح عمر في تسجيل الرمية الثانية وديك وان وهجمة للوكرة عرفان ديك وان وعرفان وديك وان والاختيار الصائب والوصول لسلة العربي والتسجيل واثق من الأداء وهدوء أعصابه ديك وان لاعب رائع عمر سك خالد والتصويبة الثلاثية لم ينجح والريباوند من جوشوا وهجمة للوكرة وجوشوا قرارك لعرفان ديكوان ستار من عرفان لديكوان والدبل تيم والسولي في الانسايد ولكن لم يوفق والريباوند من خالد سليمان وهجمة عربوية العربي يهاجم ويحافظ على الفارق متمسك بزمام المباراة حتى الآن والمكسب ولكن كل ثانية ودقيقة في عالم كرة السلة تستطيع أن تغير الكثير ليناردو والتصويبة لكن لم يوفق والريباوند لديكوان عرفان في الستار وديكوان في التصويب برافو لكن حظك وحش يا ديكوان أقل من 4 دقايق 3 دقايق و50 ثانية متبقية على الزمن الفترة الرابعة والمباراة والتقدم بسبع نقاط للنادي العربي وعمر سك يقول كلمته ويسجل ويخلي سبع نقاط فارق تسع نقاط تايم اوت يطلبه الكوتش إيهاب جلال المدير الفني لنادي الوكرة هيقول كلام كبير وكتير الخبرات ونادي الوكرة نروح لكباتننا سريعا ونرجع لكم بعون الله انتظرونا عودة أعزائي المشاهدين 3 دقائق و39 ثانية نادي الوكرة والكامباك تسع نقاط والوقت لسه كبير هنشوف هجوم الوكرة ودفاع العربي جوشوا والتصويبة ولم يوفق وبيطلب فاول بيبص للحكم لكن الحكم قريب وشايف الكرة مظبوط جدا احمد الدرويش والخطأ الشخصي ارجوك يا احمد بلاش كلام مع الحكام ركز في المباراة انت لعيب كبير جدا ما محتاج التركيز 3 دقايق 19 ثانية
تالا خالد ليوناردو وعمر سيك في الستار وتالا وويليام باونس باس والتصويبة لكن لم يوفق وديك وان في الريباوند والهجوم بيعدي نص الملعب والاختراق ويسجل ديك وان. ولو تسمحوا لي احب اقول القصير المكير ديك وان يسجل من الريباوند دون اي دفاعات عربويه ودون اي صعوبات. سريع ديك وان المحترف العملاق في صفوف نادي الوكره. عمر سيك تصويبه لم يوفق وصافرت. هنشوف قرار حكمنا والخطأ الشخصي. صافرة خطأ شخصي على نادي الوكرة على مالك سليم. خطأ الشخصي الثالث وكرة العربي. تالا خالد سليمان ويليام والكرة يصوب. دقيقتين أعزائي المشاهدين وديكوان وجوشوا بالثلاثية يصوب ولكن ديكوان القصير المكير والله الرائع ديكوان والباس لدرويش اللي بيصوب ثلاثية لكن ما فيش حظ. خالد سليمان ويليام دقيقة 35 ثانية تالا على الثلاثية والدفاع والجشوة وتالا والقرار. عمر سيك كاوت جميل من تالا والريباوند وها هو قرار الحكم بالاوت للوكرة. سبع نقاط فارق ودقيقة و 17 ثانية. الوكرة والعربي ديك وان والوصول والتسجيل أعزائي المشاهدين في كل مكان. مش معقول اللي ديك وان بيعمله حتى الآن. تايم أوت يطلبه كوتش حاتم مملوك المدير الفني للنادي العربي. الفارق يقترب. نروح لكباتننا سريعا ونرجع لكم. انتظرونا اقل من دقيقه ان شاء الله بعون الله. عودة أعزائي المشاهدين دقيقة أو 8 ثواني. والفارق خمس نقاط للعربي. شايفين كابتن إيهاب جلال غير الدفاع طريقة الدفاع والدفاع الضاغط بطول الملعب مان تو مان. خالد سليمان ومالك في الدفاع واللعب الفردي والمحاولة للتصويب ولم ينجح. ريباوند من عرفان وديك وان في استكمال الهجمة ويوصل ويسجل ديك وان. أعزائي المشاهدين ديك وان 24 نقطة حتى الآن أقل من 33 ثانية. عمر سيك
وفارق 3 نقاط وضغط دفاعي من الوكرة ليناردو وبيلعب على الوقت الزمن الهجمة عايز الوقت يجري والقرار وكيك هاوت وخالد سليمان في التصويب يسجل 3 نقاط ولا أروع ولا أجمل وتايم اوت يطلبه كابتن إيهاب جلال 15 ثانية متبقية والمؤشرات تشير للنادي العربي والفوز ولكن 15 ثانية خلينا نشوف الوكرة المشاهدين 15 ثانية الفارق 6 نقاط ثلاثيتين أحمد الدرويش وإدخال الكرة من الحد الجانبي والدفاع الضاغط من كوتش حاتم مملوك لفريقه أحمد الدرويش وإدخال الكرة ديك وان والتصويبة الثلاثية ينجح ديك وان و11 ثانية متبقية برافو ديك وان ليناردو وإدخال الكرة والخطأ الشخصي على أحمد درويش إيقاف الوقت وأربع أخطاء شخصية على أحمد يوسف الدرويش 10 ثواني متبقية ورميتين حرتين هتعمل إيه يا وكرة خالد سليمان في التصويب الفارق ثلاثية ينجح في الأولى برافو خالد 4 نقاط الفارق الآن والرمية الثانية ينجح خالد سليمان وتزداد الصعوبة عرفان والتصويب وأعزائي المشاهدين في كل مكان تنتهي المباراة بفوز النادي العربي وختامها مسك ولكن الحكم لم يحتسب الدنك الأخير والسلة الأخيرة و أعزائي المشاهدين في كل مكان مبروك النادي العربي وكوتش حاتم مملوك هارد لك نادي الوكرة كوتش إيهاب جلال كان معكم في النقل الصوتي محمد سليم دمتم في رعاية الله إلى أن نلقاكم إن شاء الله في مباراة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.